يا مساء الفل على احلى متابعين في الدنيا. تعالوا بقى النهارده نعمل مع بعض الهوت شوكليت في البيت بطريقه سهله وبسيطه، والمكونات موجوده عندك في البيت. رهيب، يلا بينا بسرعه. بس قبل ما نبدا لايك كتير وشير، يلا بينا بسرعه نشوف احنا عملنا الهوت شوكليت العسل ده ازاي. اول حاجه كده قبل ما نبدا نصلي على النبي ونسمي بسم الله الرحمن الرحيم، ولايك كتير للفيديو ده وشير. اول حاجه انا معايا كوبايه لبن بودره، كوبايه كاكاو، نص كوبايه سكر. هتعملي ايه يا امان؟ هقول لكم هنعمل ايه. هجيب معايا كده طبق، اول حاجه هنزل بكوبايه الكاكاو كده وهنخلها معايا. لازم تنخلي الكاكاو، لو نوع نضيف تمام عادي ما تنخلهوش، بس لو جايباه كده سايب من عند العطار لازم تنخليه. هننخله كده مع بعض. خلاص كده يا حبايبي انا نخلت كل الكاكاو اللي معايا. هنزل بقى بكوبايه كده من اللبن بودره، عليهم نص كوبايه من السكر، والسكر ده حسب الرغبه، ممكن تقلي من السكر او تكتري فيه. عليهم 3 معالق من النشا كده عشان نظبط كده القوام بتاعه، اهو 3 معالق كده ما تكتريش. كمان معايا هنا شوكولاته خام، اي نوع شوكولاته بتاعت المطبخ، اي نوع شوكولاته انت تحبيها. انا معايا نص كده من الشوكولاته، نص باكت كده، هنبشرها مع بعض وهنضيفه على المقادير اللي احنا عملناها دي. هنبشرها كده في المبشره. انا بشرت كل الشوكولاته اللي معايا زي ما انتم شايفين، شايفين اتبشرت ازاي، شايفين النعومه. هنزل بقى بالشوكولاته بتاعتي دي كده على كل المكونات، وهنبتدي نقلب كل الحاجات بتاعتنا دي كده مع بعض. الناس اللي اول مره تشوفني تخش كده وتعمل لايك حلو كده، واللي ما اشتركش في الصفحه يخش ويشترك وشير كده كتير عشان كلنا نستفاد من بعض. شايفين بقى الجمال، عملنا كميه قد ايه. خلاص كده يا حبايبي المسحوق بتاعي الهوت شوكليت اهو، شايفين الجمال، جاهز معايا. هجيب بقى كده معايا برطمان، برطمان ازاز كده زي ما انتم شايفين، او ممكن علبه عندك بلاستيك تكون كده ليها غطا، في اي وقت تطلعي وتعملي منها. اهم حاجه البرطمان يكون ناشف كده من جوه، ما يكونش مبلول، عشان طبعا لو مبلول هيبوظ لك كل اللي انت عملتيه ده. هننزل كده نعبي بقى البرطمان الجميل بتاعنا ده. عملنا الهوت شوكليت في البيت بكل سهوله، الله على الجمال، لازم تجربوه. خلاص كده حبايبي انا مليت البرطمان اهو، يعني يعتبر فاضل ربعه ويتملى للاخر، بس انا عملت منه كميه كبيره، شايفين الجمال. يلا بينا بقى نروح نعمل لنا كده كوبايه ونجرب الجمال. هنبتدي بقى نعمل مع بعض الهوت شوكليت كده ونجرب. هحط كده، انا هعمل كوبايتين، الكوبايه بتاخد 3 معالق صغيرين، هعمل كوبايتين هحط 6. طبعا فيها السكر بتاعها زي ما انت حابه بقى، عايزه تحطي سكر مش عايزه اللي انت تحبيه. ده كده سكرها المظبوط. هنزل كده بالميه ونروح على النار بقى ونعمل احلى كوبايتين هوت شوكليت في البيت. هننزل بقى بالهوت شوكليت بتاعنا، شايفين الجمال، الله على الجمال، حاجه كده فاخر من الاخر. جربيه كده بالطريقه دي وقولي لي ايه رايك في التعليقات. لو عجبكم الفيديو لايك كتير وشير عشان الكل يستفاد. بألف هنا وشفاء، واشوفكم بإذن الله في فيديو جديد في رعاية الله.